يا صباح التوازن زي ما انتم شايفين كده. صباح الفل عليك. صباح الفل يا فرح. انا بحاول اوزن النهارده. اصل احنا يا جماعه قبل ما نبتدي الحلقه النهارده كنت بحاول اعمل تمارين رياضيه انا وفرح وما كانش في اي توازن، فالكوتش قرر تبقى الحلقه النهارده عن التوازن. يلا. التوازن جزء مهم قوي. خمسيكي نفسك. التوازن جزء مهم قوي او عنصر مهم قوي من عناصر اللياقه البدنيه. ناس كتيره ما بتركزش فيه، فاحنا هنركز عليه النهارده شويه علشان هو الاساس بتاعه هيبقى تمارين الكور. فاحنا زي ما انتم شايفين كده بنستخدم حاجه النهارده بتساعدنا، هنقدر نستخدم في البيت. ممكن لو جبنا الخده حتى حطيناها ووقفنا عليها هتلاقي نفسك مش بالانسد برضو او مش متوازنه قوي، فتقدري تقفي عليها. فاحنا زي ما احنا بنبدا النهارده كده هنفضل واقفين شادين بطننا قوي. العضلات بتاعه البطن هي اكتر حاجه بتعمل لنا توازن. كل ما يبقى عندنا توازن اكتر واحنا بنعمل اي تمرين هتلاقي الموضوع اسهل بكتير جدا، عشان انت بالانس مش محتاجه تضيعي مجهود في ان انت تتوازني. اوكي. فاحنا النهارده هنحاول نعمل اول تمرين معانا هو البوس بول او الانبالانس بول ديت بالانس بول، وهنبدا نحاول نعمل سكوات صغير قوي ونطلع تاني. سنه ارجعي بوستك لورا قوي، سنه كده واطلع تاني. صعب. صعب جدا. خمس عدات وهرجع. ظهري مفتوح قوي. طب اللي بيبتدوا التمرين ده لاول مره يا كابتن عضلاته ما توجعهم صح؟ عضلاتهم هتوجعهم، هيحسوا ان هم بيتحركوا، هيحسوا ان هم هيقعوا كل شويه. كل ما الاقي نفسي هقع لقدام هتزق بكعب رجلي لورا، والعكس لو هرجع لورا هزق بنفس رجلي لقدام. اهم حاجه ان بطني تفضل انجيز، تفضل مشدوده طول الوقت. احنا بنشغل عضلات البطن والرجل كمان صح؟ الكور والبالانس ده بيشغل الجسم كله، بس اساس الشغل بتاعنا هو الكور وبعدين الرجلين. خليكم واقفين زي ما انتوا، انا هصعب التمرين عليهم شويه. ليه كده بس؟ وهحاول اعمل تمارين بالاوزان، وزي ما اتفقنا نقدر نستخدم اي حاجه وزن نقدر نشتغل بيه. انا محتاج واحنا واقفين هنا هنعمل هامر كير خمس عدات. طول ما انا واقف صدري مفتوح، ايوه بطني مشدوده، هقفل ايدي كده شويه، ايوه خمس عدات. نقدر نعمل تمارين كتيره زي الشولدر، ممكن تدوني خمس عدات شولدر للكتف. واحد اتنين. هاي يا لميس قوي، لميس البالانس عندها كانت بتشتكي في اول الحلقه وبعدين دلوقتي لقيتها هي اللي بتشتغل احسن من فرح. مره ده الخداع يا لميس. ده الخداع. اوكي ستوب. احنا حاول نعمل الحاجات ديت، بس مش هنعملها بريبيتيشنز اكتر او بتكرارات اكتر ما هنشتغل بوقت. هنقول هنعمل 30 ثانيه و30 ثانيه على كل ايد. تقدروا تنزلوا بقى وهنعمل حاجه ثانيه من غير البالانس بول. تقدروا نشتغل، هنعمل نفس التمرين ده بس واحنا مغمضين عينينا. تمام. واحنا بنشوف او بنفتح عينينا البالانس بيبقى عندنا اكبر بكتير. لما بنفقد حاسه من الحواس ديت وبنقفل عينينا البالانس بيقل. فهنبدا صحيح. دلوقتي نحاول نعمل تمرين يوني لاترال للجنب اليمين بس. هقف على رجل واحده وهغمض عينيا. جاهزين؟ لما ما بنعرفش نقف على رجل واحده واحنا مفتحين عينينا يا كوتش. طب نقف على رجل واحده واحنا مفتحين عينينا الاول 10 ثواني. جو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اللي بعدها على طول ريحوا. هنعمل نفس التمرين واحنا مغمضين عينينا وهنشوف الفرق ما بينهم هيبقى صعب ازاي. جو 1 2 3 4 5. فرح مش موجود. لميس مفتحه عينك ولا حاجه؟ بالانس زي ما انا بقول من اول الفقره البالانس عند لميس اعلى بكتير قوي من فرح. ماشي انا اللي كسبت. هنريح. انا عايز اقول لك ان وانا مغمضه اصعب، احس اني بتهز. بالظبط. انت بتشغلي العضلات بتاعتك عشان توازني جسمك. انا مغمضه بنخم من اولها. نقدر نحط التمارين دي في وسط البروجرامز بتاعتنا او في وسط التمارين بتاعتنا اليوميه، يعني نقدر نستخدم التمرين دوت بعد ما نعمل التمارين اللي احنا بنعملها في كل فتره. نحط تمرينه من التمارين بتاعت البالانس ديت واحنا مغمضين عينينا او يوني لاترال على ناحيه واحده في كل تمرينه لينا تمرينه واحده تزود البالانس بتاعنا. يعني الحركه سهله جدا، يعني بسيطه وممكن تتعمل في البيت. مش هتتخيلي ان هي هتفيدك قد ايه وان هي هتبقى صعبه. عشان تأثيرها احلى. ده حقيقي. دي من اكتر الحاجات اللي هتفرق معاكم في البالانس بتاعكم. احنا دلوقتي هنعمل ايه؟ يعني احنا دلوقتي عايزه اقول انه لميس كسبت الفقره دي. برافو يا لميس. برافو. دي الروح الرياضيه. بما اني كسبت يعني مش انا اللي هكمل، فرح اللي هتكمل معاه. انا بقى لميس هتروح وانا هكمل.
واحنا نشوفكم بكره وفقره جديده.